أهلا بحضراتكم من جديد مشاهدين الكرام في حلقة جديدة من برنامج المشهد. مشهد اليوم يتعلق بقرار مجلس العموم البريطاني بالتصويت لصالح الاعتراف بدولة فلسطين المستقلة. القرار لاقى ردود فعل متباينة ما بين ترحيب فلسطيني عربي وسخط إسرائيلي، لكنه رغم رمزيته يكشف حقيقة أن العالم بدأ يتفهم ضرورة وجود دولة فلسطينية قابلة للحياة، وأن حل الدولتين هو المفتاح السحري وحجر الزاوية لأي تسوية في المنطقة. للمزيد من التحليل وقراءة المشهد اليوم شرفنا بالحضور في استوديو المشهد سعادة السفير حسين هريدي مساعد وزير الخارجية الأسبق. أهلا بك معالي السفير. أهلا بك يا فندم. هنفتح مع حضرتك الباب للحوار ولتحليل هذا المشهد بعد أن نتابع التقرير بآخر المستجدات فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية. رمزية، إلا أن قرار مجلس العموم البريطاني الأخير بالاعتراف بفلسطين دولة مستقلة يعد خطوة كبيرة قد تقود إلى اعتراف أوروبي أوسع، وتفتح المجال أمام المجتمع الدولي ليتصرف بشكل أكثر جدية ومسؤولية تجاه الشعب الفلسطيني وحقوقه المغتصبة. قيمة رمزية يحملها القرار في وقت حرج تسعى فيه السلطة الفلسطينية لتوسيع دائرة الاعتراف الدولي. هذا القرار الذي حظي بأغلبية هو غير ملزم في حقيقة الأمر، وبحسب تصريحات رئيس الوزراء ديفيد كاميرون الذي امتنع عن التصويت، فإن بلاده تتطلع للاعتراف بفلسطين في حال تم ذلك في إطار خيار حل الدولتين. ويستمد هذا الإجراء قوته بالنسبة للفلسطينيين بعدما أعلنت السويد عزمها القيام بذلك رسميا، وهو تحرك أدانته إسرائيل التي تتعلل دوما بأن قيام دولة فلسطينية لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال المفاوضات. المجر وبولندا وسلوفاكيا والسويد، وها هي بريطانيا، اتجاه جديد في الاتحاد الأوروبي قد يؤثر في قلب موازين الدبلوماسية لصالح الدولة الفلسطينية. هذا النجاح الدولي صاحبه تصعيدات في الداخل من جانب المحتل الإسرائيلي الذي رد بشراسة واقتحمت قواته باحة المسجد الأقصى 3 مرات هذا الأسبوع، في حين أصابت قوات الاحتلال الإسرائيلي واعتقلت العشرات خلال قمعها لاعتصام الحاشد الذي نظم ضمن فعاليات احتجاجية على إغلاق المسجد الأقصى المتواصل بوجه المسلمين. صرخة أطلقها اعتصام باب الأسباط بالقدس المحتلة تطالب العالمين العربي والإسلامي والرأي العام الدولي أن يقوم بالدور المطلوب منه لحماية المقدسات والاعتراف بحقوق دولة فلسطين التاريخية وعاصمتها القدس الشرقية. من جديد لحضراتكم التحية مشاهدين الكرام، وأرحب بضيفي وضيفكم في هذه الحلقة من المشهد سيادة السفير حسين هريدي مساعد وزير الخارجية الأسبق. أهلا بك من جديد معالي السفير. طبعا أغلبية كاسحة وساحقة 274 عضو في مجلس العموم البريطاني يصوتون لصالح الاعتراف بدولة فلسطين المستقلة في مقابل رفض 12 فقط، ومع ذلك يعتبر المحللون هذا القرار بمثابة قرار رمزي، وليس هذا تقليلا من شأنه، ربما يكون ذلك مهما، ولكن تأكيدا على نفس المعنى واشنطن اعتبرت القرار رمزي، باريس قالت إنه هذا القرار الرمزي يعني غير كافي وإن كانت ثمنته طبعا على لسان وزير خارجياتها. تقدير حضرتك لقيمة هذا القرار؟ بداية تعلم حضرتك أن بريطانيا تتحمل مسؤولية تاريخية صحيح كبرى، نعم، في النكبة صحيح وعد بلفور في 2 نوفمبر 1917، نعم، وهتبقى هتحل المئوية الأولى كمان 3 سنوات من اليوم، وانسحابها كانت هي وضعت فلسطين تحت الانتداب البريطاني، وهي كقوة انتداب لم تقم أو لم تطلع بمسؤوليتها تجاه الشعب الفلسطيني في فلسطين. وبريطانيا يعني زي ما قيل في المراسلات المتبادلة بين الرئيس كينيدي والرئيس عبد الناصر في الستينيات، ان اعطى من لا يملك
لمن لا يستحق. نعم ده صحيح. ده الإطار العام اللي أحب أشير إليه قبل أن أحلل. فإن بريطانيا مجلس العموم البريطاني يقدم على مثل هذه الخطوة، وزي ما حضرتك قلت في بداية البرنامج إن دي خطوة رمزية. هنا الأهمية هذا القرار تقع في رمزيته لأنه جاي من مجلس عموم بريطانيا، فده أول شيء. تاني شيء إن مثل هذه القرارات بتحرك القضية، بتحرك أو بتطلق حوار داخل الاتحاد الأوروبي. نعم. ودي هنا أهمية تانية حضرتك، بعيدا عن رمزية القرار، إن هيحصل حوار الدول الأوروبية، الرأي العام الأوروبي والأحزاب السياسية والقوى السياسية وقوى المجتمع المدني في أوروبا. طبعا بفترض إنه السلطة الفلسطينية هتتحرك لاستثمار ليس فقط السلطة الفلسطينية وإنما جامعة الدول العربية والدبلوماسيات العربية. أما بقول الدبلوماسيات العربية جمع دبلوماسية كل دولة عربية. صحيح. في لجنة اسمها اللجنة الوزارية لمتابعة عملية السلام. نعم. مصر عضو فيها. فأتخيل أن هذه اللجنة عليها عبء دبلوماسي كبير، أن تبتدي بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية يبتدوا يحطوا خطة تحرك لاستثمار هذا القرار في كل دول الاتحاد الأوروبي على الأخص طبعا. وإن كان من بين يعني عدد أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة دلوقتي أكتر، يمكن 193 دولة 134 دولة اعترفوا بفلسطين. يعني ده نسبة يعني كبيرة جدا. لا نسبة كبيرة جدا، وإن كان يعني ينقصها طبعا بعض الدول الكبرى، وأكيد في مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا نفسها وباريس أو فرنسا. الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، الولايات المتحدة لها وضعية خاصة في 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 القضية الفلسطينية. صحيح. يعني والتعامل مع الولايات المتحدة في هذا الإطار عايز حضرتك يعني شغل على مدى بعيد، ويتسم بالصبر وبالحنكة وعدم اليأس، لأنه العملية معقدة جدا في الولايات المتحدة الأمريكية. لكن هذا القرار علينا كدول عربية ودول إسلامية وحتى دول أفريقية، دول العالم الثالث، أنها تستثمره لإعطاء دفعة قوية للقضية الفلسطينية. هذا القرار من ناحية أخرى جاء في توقيت القوى الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية كانوا منشغلين وما زالوا منشغلين بمواجهة هذا التنظيم الإرهابي اللي اسمه داعش، وبالرغم من هذا اتخذ هذا القرار. كذلك كما رأيت حضرتك وكلنا تابعنا أعمال المؤتمر الدولي لقضية فلسطين وإعمار غزة في القاهرة يوم 12 أكتوبر الجاري، والتأييد الكبير للقضية الفلسطينية والحل السياسي حاز عليه حظي به من خلال نتائج هذا المؤتمر. وأي حد حضرتك مراقب يستعرض ما ورد في كلمات الوفود هيجد أنه إلى جانب إعمار غزة، لكن كان الأولوية الأولى هي الحل السياسي. هنا بقى الحل السياسي، كيف نتوصل للحل السياسي؟ نعم. المعضلة أنه الحكومة البريطانية في تعليقها على قرار مجلس العموم البريطاني قالت أنه هي تتمنى أن قيام الدولة الفلسطينية، حتى النهاردة رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون له تصريح بيقول فيه انه بيتطلع اليوم اللي بتعترف فيه المملكة المتحدة بفلسطين كدولة، ومشدد على انه يجب ان يتم ذلك في اطار حل دولتين، وما فيش حد قال غير كده. هو بس هنا بقى حضرتك بيجي يقول لك من خلال المفاوضات. خلال المفاوضات الكل متفق على مبدأ المفاوضات، لكن اسرائيل بتعرقل المفاوضات. اسرائيل بتعرقل المفاوضات وبتنسف المفاوضات وبتحط حضرتك عقبات في طريق المفاوضات. يعني البيان اللي صدر عن وزارة الخارجية الإسرائيلية في هذا الشأن بيان مليء بالمغالطات حضرتك، وهي وتقول إنه إقامة الدولة الفلسطينية يجب أن يأتي، شوف حضرتك التعبير الصياغة، يجب يأتي عن طريق تنازلات أليمة.
او مؤلم يعني حاجه زي كده. طب هم الفلسطيني الشعب الفلسطيني قدم تنازلات ايه؟ لا وهو حتى يعني برضو ايضا النهارده السيد احمد عساف المتحدث باسم حركه فتحه يعني كشف عن انه تصريحات مشيع علون وزير الدفاع الاسرائيلي من وجهه نظره طبعا وهي وجهه نظر صحيحه بتكشف عن حقيقه الموقف الاسرائيلي الرافض لمبدا اقامه دوله فلسطينيه، وانه تصريحات وزير الدفاع الاسرائيلي مشيع علون قال فيها او صرح فيها بانه إسرائيل لن تسمح بإقامة دولة فلسطينية بل حكم ذاتي منزوع السلاح، وأنها ستواصل سيطرتها على الضفة برا وجوا. فطبعا في السياق ده يعني اللي حضرتك بتشير إليه من حل سياسي ممكن يكون مع هذه العقلية شبه مستحيل. ما هو هي حضرتك هنا بقى المأزق الكبير، أنه الأطراف والدول اللي بتتحجج بعدم الاعتراف بدولة فلسطين بسبب ان هي بتفضل المفاوضات وان ياتي هذا عن طريق المفاوضات، هي من اوائل الدول التي تدرك ان الحكومه الاسرائيليه الحاليه غير مهتمه بالمفاوضات، واذا دخلت في مفاوضات هي مستمره في سياسه الاستيطان، بحيث ان دي نقطه مهمه جدا ولازم نرجع لها، فكره يعني وقف الاستيطان لانها برضو احد عقبات تحقيق عمليه السلام. لكن اسمح لي ان احنا نرجع نحلل ده مع حضرتك بعد ان نتلقى هذا الاتصال الهاتفي مع الدكتور امجد سلفيتي المحامي في القانون الدولي متحدثا الينا من لندن. اهلا بك دكتور امجد. اهلا اهلا بحضرتك، ويا ترى يعني كيف نظرت الى قرار مجلس العموم البريطاني بهذه النسبه الكاسحه للاعتراف بدوله فلسطين المستقله؟ لا هو بكل تأكيد أتى القرار يعني على خلفية مهمة جدا، التوقيت كان جدا مناسب، كان يعني تسليط الأضواء عماله بيتاخد على القضية الفلسطينية وبتوجه إلى داعش وإلى تحركات في منطقة العراق ومنطقة سوريا، فكان هناك يعني عملية لتهميش القضية الفلسطينية، فأتى التوقيت من قبل البرلمان توقيت يعني مميز الحقيقة. ولكن رغم أنه القرار أتى على خلفية 274 ضد 12 صوت، لكن البرلمان البريطاني مكون من 150 صوت، كنا 150 عضو برلمان قادرين للتصويت، وبالتالي هي عمليا كانت يعني أيضا تمتحن إمكانية قرار جدي غير القرار الرمزي، بمعنى أنه لو كان الوجود أكثر من النص، فنص أعضاء البرلمان بالكامل اللي هو يعني تقريبا هيكون 325 صوت، كان يمكن يكون يعني عملية اختبار للرغبة الحقيقية، وصلت الفكرة القانونية يعني نسبة 274 من الحضور مش من النصاب الكامل، من الحضور اللي هو النصاب اللي حضر، ولكن مش من العدد الكامل لعدد أعضاء البرلمان. نعم، ده اللي بيعطي للقرار كونه رمزي مش قرار يعني سياسي كامل أو قانوني كامل. يعني هو الذين يعني النائب اللي تقدم بهذا البرنامج بهذا المشروع كان طبعا رغبته بانه يؤكد انه هناك رغبه عند الجماهير البريطانيه والتذكير لنواب البرلمان البريطاني انهم المحاسب الاساسي لهم هو الجمهور، هو المنخب، هو من يصوت لهم، وبالتالي هناك تحرك بالشارع البريطاني من خلال التظاهرات والاحتجاجات وإبان الهجوم الغاشم على غزة، أكد بأن هناك تأييد جماهيري من الجمهور البريطاني اللي يعني المدنيين بغزة ولحل سلمي للقضية الفلسطينية والاعتراف بقضية إنهاء الاحتلال والاعتراف بدولة فلسطينية مستقلة. وبالتالي هو أصر أنه هذه يعني يجب اختبارها في البرلمان، وعلى أعضاء البرلمان النواب المنتخبين أن يترجموا رغبة الشارع البريطاني إلى أصوات في البرلمان. لكن أعتقد طب إلى أي مدى يعني وفقا لحضرتك بتقوله دكتور أمجد يعني ممكن يكون في قبول من حضرتك بالفكرة ديت، وخاصة أنه في ضوء ما أشار إليه معالي سفير حسين هريدي مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق معنا هنا في الاستوديو، من أنه بريطانيا أو المملكة المتحدة بالطبع بتتحمل مسؤولية تاريخية عن القضية الفلسطينية، ولذلك يرى البعض أنه ما دفع لاتخاذ هذا القرار الرمزي وفقا لما أشرت إليه حضرتك هي دوافع أخلاقية بتتحملها بريطانيا بسبب دورها المعروف في الصراع العربي الإسرائيلي. لا ابدا، حتى النقاشات اللي كانت تدور في البرلمان لم تاخذ بعين الاعتبار كثيرا
يعني هذه المقولة أو هذا الرأي. الرد الفلسطيني أتى على هذه الخلفية وقال أتى الأوان أو هذا القرار يؤكد أن يعني بريطانيا مسؤولة أدبيا وأخلاقيا وإنسانيا لمعالجة وعد بلفور. بما معنى أنهم كانوا هم من أعطى إسرائيل الوطن في فلسطين، وبالتالي أتى الأوان أن يصحح التاريخ، وهذا القرار أتى على هذه الخلفية. لكن يعني ما دار في باحة البرلمان من نقاش يؤكد أن هناك فعلا إيمان حقيقي بأن البريطانيين لم يعودوا يعني يريدوا أن يكونوا مجرد مؤيدين لأي قرار أوروبي أو أي قرار أمريكي يعطي إسرائيل الضوء الأخضر بكل ما تفعله، خاصة وهناك كثير من الصهاينة الأعضاء في البرلمان الصهاينة البريطانيين أكدوا ذلك، أن رأيهم تغير بعد الهجوم الأخير على غزة. وبالتالي يعني النقاش في باحة البرلمان كان يؤكد عدة أمور. أولا أن مقولة أنه المفاوضات يجب أن يعني تتكلل في إعلان دولة هو ليس صحيح، ولا يجب أن تعطى إسرائيل هذه الفرصة. إسرائيل يجب أن تعمل على المفاوضات بعد إعلان الدولة، يعني هاي أمور توضيحية يجب أن لا تؤخر. نعم دكتور. إعطاء الفلسطينيين حقهم الطبيعي بأن يكون لهم دولة مستقلة وأن يمارسوا هذا الحق، وأن تكون لهم الحرية أن ينتهي الاحتلال وأن ينتهي السيطرة الإسرائيلية على تلك المنطقة. كان هناك تأكيد كبير على هذه النقطة، أيضا كان تأكيد كبير على أن هذا الاعتراف يكون محفز نعم وصلت الفكرة في وقت محدد. بشكر حضرتك شكر جزيلا عليها الدكتور أمجد سلفيتي الخبير في القانون الدولي متحدثا إلينا من لندن، شكرا جزيلا لك. ومشاهدينا نخرج لفاصل قصير ثم نعود لنستكمل هذا اللقاء على الهواء مباشرة. جديد لحضراتكم التحية مشاهدينا الكرام، استمرونا مع حضراتكم في هذه الحلقة من المشهد مع معالي السفير حسين هريدي مساعد وزير الخارجية الأسبق. من جديد لحضرتك التحية معالي السفير، وربما توقفنا مع حضرتك قبل أن نتلقى هذا الاتصال الهاتفي عند نقطة تتعلق بكون المستوطنات وبناء المستوطنات هي فعلا حجر عثرة في طريق تحقيق سلام حقيقي. في هذا الإطار أيضا بيأتي تصريح لسفير بريطانيا في إسرائيل اليوم ماثيو جولد بيقول فيه أنه إسرائيل بتفقد دعمها في المملكة المتحدة بسبب استمرار بناء المستوطنات وهذه السياسة، إضافة إلى العملية العسكرية في غزة الأخيرة. إلى أي مدى حضرتك شايف أنه ممكن يكون الموقف البريطاني الممثل في قرار مجلس العموم اليوم ترجمة لهذه الفكرة؟ هل يمكن اعتباره وسيلة ضغط على إسرائيل لوقف المستوطنات والاستئناف عملية سلام حقيقية ودور أوروبي جديد بتبعية؟ بداية هو جرس إنذار للحكومة الإسرائيلية أنه حتى في بريطانيا وفي مجلس العموم في قوة دفع بدأت في صالح قيام دولة فلسطين المستقلة، وهذا الزخم داخل بريطانيا في تقديري حيمتد إلى سائر دول الاتحاد الأوروبي. وما هي إلا يعني أنا في تقديري هي مسألة وقت، إنه كل دولة أوروبية على حدة حتتخذ موقف، حتى إذا وصفه البعض إنه موقف رمزي، لكن جمع هذه المواقف بيمثل في السياسة الدولية قوة ضغط هائلة على أي حكومة إسرائيلية وعلى الرأي العام الإسرائيلي. هل ده يترجم انه العالم بالفعل بدأ يفكر تجاه القضية الفلسطينية بشكل مختلف؟ تماما، وخصوصا بعد تشكيل حكومة الوفاق الوطني الفلسطيني واللي هو اتفاق اعلان الشاطئ في ابريل الماضي، واتفاق كل من حماس وفتح والسلطة الفلسطينية على تفعيل بنود المصالحة الوطنية الفلسطينية، وجاء تشكيل هذه الحكومة في 2 يونيو الماضي تجسيدا لهذا الاتفاق. وهذا التأييد المتزايد في الساحة الدولية للقضية الفلسطينية وللشعب الفلسطيني خد أبعادا كبيرة وهامة بعد العدوان الإسرائيلي الأخير، وهو كان عدوان غير مسبوق من حيث
الفترة الزمنية اللي استغرقها 51 يوما، ومن حيث وحشيته، وحضرتك تتذكر سكرتير عام الأمم المتحدة بان كي مون قام بزيارة إلى غزة، قطاع غزة أمس، وقال إنه إن الدمار الذي شاهدته لا يمكن وصفه. فالنهاردة في مجموعة من العوامل تضافرت لتمثل نصرا كبيرا للشعب الفلسطيني. يبقى يمكن في هذا الإطار كمان في ترحيب فلسطيني وعربي ورئاسة القمة العربية بالإضافة إلى الجامعة العربية، يعني أيدت هذا القرار ويعني تطلعت إلى أنه يكون مقدمة لقرارات أخرى مماثلة. لكن يهمنا نعرف هل هذا القرار فعلا يستحق هذا الترحيب العربي؟ طبعا يعني في تقديري أنا يعني قرار، حتى يعني هو بيقولوا قرار رمزي، هو قرار رمزي، هو قرار غير ملزم للحكومة البريطانية الحالية. وكما تعلم حضرتك أنه اللي تقدم بالمذكرة اللي تم التصويت عليها هو نائب من حزب العمال، وحضرتك تعلم أن في انتخابات تشريعية، في انتخابات عامة في بريطانيا في عام 2015. فإذا افترضنا في احتمال أن حزب العمال يفوز في هذه الانتخابات، فإذا فاز حزب العمال في هذه الانتخابات وفي هذا القرار موجود من مجلس العموم يمكن البناء، ويبقى عنده هو الأغلبية في البرلمان. ها هو الأغلبية النهاردة في البرلمان الحزب المحافظين. بس احنا نعرف هذه الدول يعني الكبرى كيف تدار يا معالي السفير؟ ويمكن في الإطار دوت برضو حابب ان انا اسأل حضرتك، اذا كانت بريطانيا نفسها استبقت الإعلان عن هذا القرار بالتأكيد على انه سياستها تجاه الصراع العربي الإسرائيلي لن تتغير، يعني ما معنى هذا التناقض الظاهري ان صح؟ يعني هو حضرتك عارف السياسة ما فيش أمر بيفضل على الثبات، يعني الثبات والسياسة ما يمشوش مع بعض. صحيح. السياسة هي ظاهرة إدارة المتغيرات. فحضرتك إذا كان الحكومة البريطانية قالت النهاردة، حكومة المحافظين قالت كده النهاردة، ممكن العام القادم إذا حزب العمال فاز حضرتك في الانتخابات يبقى في موقف مغاير للحكومة البريطانية. وعموما في الديمقراطية البريطانية إذا الشعب البريطاني أيد بصورة متزايدة هذا التوجه، ما أعتقدش أن في أي حكومة بريطانية تستطيع أن تقف أمام الرأي العام البريطاني. هو هنا في أمرين حاجة تسمح لي أشير إليهم للتوظيف الأمثل لهذا القرار. أول حاجة، في حاجة دور كبير جدا على السلطة الفلسطينية وعلى الأشقاء الفلسطينيين في المحافظة على قوة الدفع للقضية الفلسطينية اكتسبتها في الآونة الأخيرة. النقطة الثانية، أن الدول العربية وجامعة الدول العربية لا تكتفي بإصدار بيان تأييد، وإنما يجب أن تكون هناك خطة عمل سواء جماعية جامعة الدول العربية مكاتبها في الدول الأوروبية تقوم بها وفق خطة الدول العربية كلها، الدول الأعضاء في الجامعة وافقوا عليها، والمكاتب جامعة الدول العربية في العواصم الأوروبية تتحرك على أساسها، تتحرك على كذا مستوى تجاه الحكومات، تجاه الأحزاب والقوى السياسية الفاعلة على الأرض، تجاه وسائل الإعلام، وتجاه منظمات المجتمع المدني اللي ليها في أوروبا، في دول زي فرنسا على سبيل المثال، في إيطاليا، في أسبانيا، في حضرتك منظمات مجتمع مدني بتتخذ مواقف متقدمة جدا لصالح القضية الفلسطينية. طب جنب دور السلطة، يعني هل يمكن أن يكون هناك دور للفصائل الفلسطينية ولحركات المقاومة؟ هو النهاردة من المفترض أن لا يتحدث باسم الشعب الفلسطيني هو صوت واحد وخطاب سياسي واحد، هو ده حضرتك اللي حيحافظ على قوة الدفع اللي حظيت بها القضية الفلسطينية خلال الشهرين أو الثلاث أشهر الماضية. إذا هل يمكن الرهان على ذلك فلسطينيا يعني داخل فلسطين نفسها؟ يعني الاستمرار في هذا المنوال دي مسؤولية تقع على دي مسؤولية حضرتك الشعب الفلسطيني نفسه بيطالب بيها. حضرتك تعلم، حضرتك تتذكر أنه في بدايات عام 2011 الشعب الفلسطيني في الضفة والقطاع كان المظاهرات اللي خرج فيها بترفع شعارا واحدا ألا وهو الوحدة الوطنية. الشعب الفلسطيني هو اللي بيطلب الوحدة الوطنية.
فلا أتخيل حضرتك أن في قائد أو مسؤول أو جماعة فلسطينية هيخذل الشعب الفلسطيني. الشعب الفلسطيني في مسيس الحاجة لهذه الوحدة الوطنية، وعلى الدول العربية أن تقف إلى جوار الشعب الفلسطيني. ومصر يعني إذا بما أن احنا مصريين ونتحدث في برنامج من التلفزيون المصري، مصر من أوائل الدول اللي دعت حضرتك من 2009 إلى المصالحة الوطنية بين حماس وبين السلطة الفلسطينية، لأن مصر كانت تدرك آنذاك وما زالت تدرك أنه طالما في تشرذم فلسطيني فالخاسر هي القضية الفلسطينية، والخاسر الأكبر هو الشعب الفلسطيني. فمن الضرورة بمكان الحفاظ على الحفاظ على حكومة الوفاق الوطني. وإنه وأنا أراهن، حضرتك سألتني أنا نستطيع، أنا أراهن على الشعب الفلسطيني، أراهن على الشعب الفلسطيني، لأن الشعب الفلسطيني وصل إلى مرحلة، حتى لو كان البعض بينظر نظرة أخرى معالي السفير إلى أنه ممكن يكون دور الفصائل الأخرى ومن بينها حماس أيضا ممكن يشكل ورقة ضغط في عملية تفاوض سياسي مثلا، مش العكس أنها تكون عبء على فكرة الوحدة الفلسطينية. لأنه حضرتك يعني ربما بتختلف الآراء في عالم السياسة ما بين الصحيح والأصح وما يمكن، وزي ما حضرتك أشرت منذ قليل هي إدارة المتغيرات. تمام. حماس النهاردة في موقف ضعيف جدا، ومن يؤيدها في موقف أضعف، ومن يقف وراءها في موقف أضعف. فالنهاردة العنصر الحاكم، العنصر الرئيسي اللي بيوجه الأحداث هي الشعب الفلسطيني ومصلحة الشعب الفلسطيني. النهاردة ما فيش أي مجال بعد هذه الانتصارات اللي حققها هذا الشعب الشجاع والصامد لمدة أكثر من 60 سنة، ما فيش خيار أمام أي حد بيدعي أنه بيمثل الشعب الفلسطيني أنه هو حضرتك يخرج عن هذا الإجماع الفلسطيني. لكن هنا اسمح لي أرجع لنقطة أحب أنا كنت أشرتها مع حضرتك قبل كده، هو أنه الموقف العربي يجب أن يكون أن يتحول إلى قوة دفع مستمرة. يعني ما نجيش نصدر بيان النهارده. طيب لو قلنا في اطار الموقف العربي انه حتى من بين التصريحات اللي بتخرج من داخل اسرائيل نفسها، يعني ربما استعرضنا منذ قليل تصريحات لوزير الدفاع مشي يعلون، خلينا نرجع لتصريحات لزعيم المعارضه اسحاق هرزوج بيقول فيها انه تصويت الحدث في مجلس العموم البريطاني هو خطا رئيس الوزراء الاسرائيلي نتنياهو. هو بيقول كده وبيقول انه عليه كان تبني موقف المبادرة العربية للسلام، وأنه تبني هذه المبادرة كان يمكن أن يحدث أثار مختلفة. لأي مدى حضرتك بتتفق مع وجهة النظر دي، وخاصة أنه أيضا من داخل فلسطين نبيل شعث مسؤول العلاقات الخارجية في فتح يشير إلى أنه موقف البريطاني قد يقود إلى تغير في الموقف الأوروبي واختلاف في رعاة عملية السلام الفلسطينية الإسرائيلية. يعني طبعا زعيم المعارضة الإسرائيلية يدرك أنه نتنياهو صرح منذ يومين أو عدة أيام أن مبادرة السلام بقت وراء ظهرنا. وإسرائيل عمرها حضرتك طرحت مبادرة السلام العربية وقت ما كان إريال شارون هو رئيس الحكومة الإسرائيلية في عام 2002. مفيش حكومة إسرائيلية، ولا حكومة شارون ولا حكومة يهود أولمرت ولا حكومتي نتنياهو اعترفوا بطريقة لا لبس فيها بمبادرة السلام العربية، بل بالعكس. يهود براك حضرتك تقصد مش يهود أولمرت، هو أولمرت كان أولمرت هو شارون أولمرت نتنياهو أول مرة، تاني مرة نتنياهو، تالت مرة يهود براك كان في 2000. فحضرتك مش عارف كم حد يعرف ان اسرائيل قبلت خريطة المستقبل كان عندها 17 تحفظ على هذا القبول. هنناقش مع حضرتك التحفظات ديت، بس اسمح لي لانه معنا عبر الهاتف وربما انتظر لبعض الوقت، بعتذر له جدا. مرحبا بك استاذ جهاد حرب المحلل السياسي من رام الله، اهلا بك. اهلا وسهلا.
يا ترى حضرتك بتنظر للقرار البريطاني من مجلس العموم البريطاني بالتصويت لصالح الاعتراف بفلسطين كدولة مستقلة، وخاصة أنه وصف بالقرار الرمزي، وعلى الرغم من ذلك يرى البعض أهميته؟ بالتأكيد أن هذا قرار مهم. نعم. لأن التصويت في مجلس العموم على هذا القرار بأغلبية كبيرة 274 مقابل 12 صوتا، يعني أن هناك أغلبية كبيرة داخل البرلمان. نعم. ثانيا، دلالات عميقة لهذا القرار تتعلق أولا بطبيعة البلد، وهي بريطانيا العظمى صاحبة التاريخ الاستعماري أو دولة الانتداب في فلسطين، وباعثة الوطن القومي لليهود. نعم. بوعد بلفور من ناحية، وطبيعة العلاقة الوثيقة ما بين الحكومة أو الحكومات البريطانية والحكومة الإسرائيلية أو الحكومات المتعاقبة الإسرائيلية من ناحية ثانية، وأيضا دورها المركزي والمحوري في الاتحاد الأوروبي والمؤثر على السياسات الأوروبية من ناحية ثالثة، وبالإضافة إلى تناغم السياسة البريطانية والأمريكية في قضايا الشرق الأوسط، وهنا اختلاف جوهري فيما يتعلق في النظرة إلى طريقة تقرير المصير للشعب الفلسطيني. صحيح أنه لا يوجد خلاف في المجتمع الدولي حول حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني، لكن بهذا القرار باعتقادي أن هناك تحول في التفكير السياسي لأهم أو من أهم الأحزاب السياسية في بريطانيا، وهو حزب العمال، في نظرة إلى كيفية الوصول إلى حق تقرير الشعب الفلسطيني لمصيره. نعم. سادت خلال سنوات يعني بهذا المعنى، هل هناك أجواء مواتية فعلا يعني تحقيق سلام يحقق دولة فلسطينية مستقلة؟ الأجواء حتى الآن غير مناسبة، لأن الإسرائيليين يرفضون، وهناك حماية أمريكية للموقف الإسرائيلي الاستعماري الاستيطاني خاصة في الضفة الغربية ومدينة القدس، ورفضهم لأي عملية سلام جادة بمعنى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإزالة مستوطناته. وما ذكره اليوم وزير الحرب الإسرائيلي يعلون أنه لا يمكن الوصول لاتفاق لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية، وأقصى ما يمكن أن تقدمه إسرائيل هو حكم ذاتي للفلسطينيين في الكانتونات الموجودة. هل في هذا الإطار أستاذ جهاد يمكن النظر إلى أن هناك رابط ما بين ما فعلته إسرائيل على مدار الأيام الماضية مع مثل هذا القرار، وخاصة أنه السويدي اتخذت قرار مماثل قبل 10 أيام، وأنه ردت فعل إسرائيل من يعني ما حدث داخل المسجد الأقصى أو في محيطه في مواجهة الفلسطينيين هو بيأتي في إطار إصرار إسرائيل على ما تشير إليه حضرتك من عدم تحقيق دولة فلسطينية مستقلة؟ نعم، أولا إذا ذهبنا إلى الموقف الأوروبي أو الرأي العام في أوروبا هو مساند للقضية الفلسطينية وللفلسطينيين نتيجة تحولات ثقافية موجودة وتحركات فلسطينية وعربية على المستوى الشعبي، بالإضافة إلى الموقف من الممارسات الإسرائيلية في الضفة الغربية ومدينة القدس وأيضا العدوان على قطاع غزة، وبالتالي هناك تحول في الموقف الأوروبي بشكل عام تم ترجمته خلال الفترة الأخيرة من خلال القرار الذي صدر عن مجلس العموم، ولو أنه غير ملزم للحكومة البريطانية لكنه من الناحية الرمزية مهم جدا على مستوى التحول. اثنين، ما جرى في السويد من التزام رئيس الحكومة بالاعتراف بدولة فلسطين، وكذلك الموقف الفرنسي المتطور في وزارة الخارجية الفرنسية أنه بدأ يعني فيما يتعلق بالاعتراف بدولة فلسطين حينما تحين الفرصة، لكن هذا التحول الذي أذكره هو تحول في طريقة التعامل مع القضية الفلسطينية من منح إسرائيل خلال السنوات الماضية الفيتو على الدولة الفلسطينية، وأنهم يرون أنه الوصول إلى دولة فلسطينية يجب أن يكون من خلال مفاوضات ثنائية إسرائيلية فلسطينية، وبالتالي منحوا إسرائيل حق الفيتو على الدولة الفلسطينية، إلى تكريس الدولة الفلسطينية وفرضها على مسألة المفاوضات بحيث تصبح المفاوضات حول الحدود وحول الإجراءات الممكنة مستقبلا لحفظ ما يسمى حل الدولتين. وبالتالي هذا التحول المهم على مستوى على مستوى البرلمانات والحكومات في أوروبا ربما يترجم مستقبلا إلى سياسة فاعلة للاتحاد الأوروبي للتدخل في عملية السلام في الشرق الأوسط. يبدو أنه ده أحد أهم الرهانات نتيجة مثل هذا القرار.
بشكرك شكر جزيل الأستاذ جهاد حرب المحلل السياسي متحدثا إلينا من رام الله. وبعود مع حضراتكم مشاهدين الكرام إلى ضيفنا الكريم هنا في الاستوديو سعادة السفير حسين هريدي مساعد وزير الخارجية الأسبق. كنا قد توقفنا قبل هذا الاتصال مع السفير عند التحفظات الإسرائيلية على مبادرة السلام العربية، وربما في هذا الإطار أسأل حضرتك نفس السؤال الذي سألته للأستاذ جهاد منذ قليل، هل ما زالت أجواء وظروف تحقيق سلام أو إقامة دولة فلسطينية مستقلة بالرغم من كل هذه الإجراءات ما زالت غير مهيئة حتى الآن بشكل كافي؟ وهل الرهان فقط على دور أوروبي، يعني تغيير في الرعاة؟ هو طبعا حضرتك يجب احنا علينا كعرب وكعالم إسلامي وكعالم ثالث نتمسك بحل الدولتين، أولا لأن دوت حق أصيل للشعب الفلسطيني، والشعب الفلسطيني هو آخر الشعوب الذي لم يمارس حقه في تقرير المصير، بالرغم من أن الأمم المتحدة بتعترف بحق الشعوب في تقرير مصير. النقطة الثانية أنه العقبة الوحيدة أمام حل الدولتين اللي صدر به قرارات عن مجلس الأمن هي الحكومات الإسرائيلية واليمين الإسرائيلي. الأمر الثالث أن الولايات المتحدة الأمريكية لسبب أو لآخر دائما ما بتقف إلى جانب مواقف المواقف المتعنتة للحكومات الإسرائيلية بالنسبة للدولة الفلسطينية، لكن الولايات المتحدة الأمريكية بتعترف أنه الحل السياسي أمر ضروري ويجب استئناف مفاوضات السلام بين الفلسطينيين وبين الإسرائيليين، كما أكد على ذلك وزير الخارجية الأمريكية في كلمته أمام مؤتمر القاهرة يوم 12 أكتوبر حول القضية الفلسطينية. فعلينا احنا كعرب وكدول إسلامية وكدول عالم ثالث مع بعض الدول الأوروبية اللي فعلا بتؤيد القضية الفلسطينية ان احنا حضرتك نواصل الضغط الدبلوماسي والضغط السياسي والضغط الإعلامي، وان احنا هذا الضغط ما ياخدش شكل المواجهة وانما ياخد شكل التواصل المستمر بحجج يفهمها العقل الأوروبي والعقلية الأوروبية والعقلية الأمريكية، وانه يعني قيام دولة فلسطينية مستقلة ده حق أصيل، حق ميثاق الأمم المتحدة أقر به، وكل كافة القرارات الصادرة عن الأمم المتحدة حضرتك جسدته. فأنا أنا أنا يعني عندي ثقة كبيرة إنه في تطورات إيجابية للغاية شهدتها القضية الفلسطينية بتصب لصالح قيام الدولة الفلسطينية المستقلة، على الأخوة الفلسطينيين أن يستثمروها إن هم يوظفوها جيدا وإن هم يحصنوا حكومة الوفاق الوطني. صحيح. ده مهم. إسرائيل حضرتك أحد أهداف الرئيسية من عدوانها الأخير على قطاع غزة هو إجهاض حكومة الوفاق الوطني، والحمد لله فشلت في هذا فشلا ذريعا، لكن هتعاود القارة مرة أخرى. مفيش شك. فيجب على الفصائل الفلسطينية وكل الفلسطينيين ان هم يبقوا حضرتك مدركين ان اسرائيل بتعمل لكسب الوقت، بتعمل لكسب الوقت على مستويين على محورين. المحور الاول هي تعمل على ان انشقاق هيحصل مره اخرى بين الفلسطينيين، والمحور الاخر الاكثر خطوره الاستمرار في سياسه الاستيطان، بحيث انه بعد 3 سنين 4 سنين من النهارده مش هيبقى في ارض نتفاوض عليها حضرتك. مفهوم. وهو هنا لازم وانا واثق ان السلطه الفلسطينيه وكل القيادات الفلسطينيه الوطنيه في جميع الفصائل الفلسطينيه مدركه هذا، يعني خطوره يعني فكره الاستيطان. صحيح. استمرار يعني العلاقه بين الشقاق الفلسطيني وبين سياسه الاستيطان الاسرائيليه في الضفه الغربيه. صحيح. بشكر حضرتك شكر جزيل، شرفتنا معالي السفير حسين هريدي مساعد وزير الخارجيه الاسبق. شكرا جزيلا شكرا فندم، على امل اللقاء مره ثانيه، وشكر موصول لحضراتكم مشاهدينا الكرام على حسن متابعه هذه الحلقه من المشهد. دمتم في امان الله.